السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنشرح لكم موقع اسمه Easy Hits For You، موقع عالمي ويجلب لك زوار حقيقيين من أي مكان في العالم ومن أي دولة تريدها. هذا الموقع يعمل منذ سنة 2003. الموقع يحتوي على زوار وفيه المستخدمين قد وصل العدد إلى 3,699,687,900 تقريبا 26,000 زائر لحد الآن. هذا الموقع يستخدمه جميع أنحاء العالم من أي دولة تريدها، وتستطيع أن جلب الزيارات إلى مدونتك أو موقعك أو قناتك اليوتيوب من أي دولة في العالم وخلال دقائق، لأن هذا الموقع يستخدمه جميع الدول. موقع جيد. آلية العمل لهذا الموقع: For every site you visit، كل موقع أنت تزوره you will receive one visitor، ستستلم زائر واحد. تزور لك موقع بالمقابل يزور موقعك الآخر من الدولة التي تريد أن تختارها. رجوعا إلى الرابط مالتك، ليس هنالك حدود. مجانا الزيارات اللي تستلمها لموقعك. إذا أردت مثلا في اليوم زيارات مثلا 10 أو 100 أو حتى 1,000 زيارة تستطيع، وفي المقابل ستستلمها. هنا ساين أب، التسجيل، تسجيل عن طريق الجوجل وعن طريق الفيسبوك. فأنا أفضل الاستمارة هذه. تضع هنا اسمك وإيميلك، ثم الباسورد يوزر نيم، وبعدها التسجيل. ستأتيك رسالة إلى الإيميل وتفعلها. نأتي إلى الموقع، هذا الموقع وهذا هو اسمي هنا عمر، وهذا هو حسابي. آلية هذا الموقع، حتى مثلا تريد أن تكسب النقاط. أولا الآن كيف تكسب هذه النقاط والرصيد؟ عندما تسجل في الموقع سيعطيك اختيار تحميل اكستنشن انستول، يعني سيطلب من عندك إضافة اكستنشن في هذه اللائحة ملحق. إذا هذا يعني حملته ويجب عليك أن تحمله، إذا حملته هنا سيعطيك تقريبا مهم، هذا جدا، هذه ملاحظة مهمة. حمله هنا سيعطيك رصيد، تقريبا 100 رصيد هنا، وتقريبا 1,000 رصيد على بانر، و1,000 رصيد على تكست أدس. أوكي. آلية الابتداء السورفين، حتى تبدأ التصفح وتكسب الرصيد لازم يجب عليك أن تضع على الأقل رابط واحد وتفعلهم. اوكي، هنا نأتي الى اولا كيف نضع المدونة ما التي تعود لنا او الرابط او موقعك. تضيف edit a new site. اوكي، نأتي الى مدونة، هذه مدونتي انا. هذه المدونة هي عبارة عن موضوع وهي كسب المال من خلال استطلاعات، وهذا هو عرض انا اروجه. انا مسوق الكتروني، تسويق الكتروني، وهذا المعلن من هذا المعلن يريد هذا العرض، يريده الزوار من أمريكا. أوكي، الزائر يريده من أمريكا. نأخذ هذا الرابط، استنسخه هنا، ثم نضع له عنوان لكي لا يضيع، مثلا سورفي. نحوله إلى اللغة الإنجليزية لأن الزوار سيأتينا من أمريكا. هنا نضغط على هذا Advanced Settings، نضغط على Worldwide، هنا Geography، استهداف، يجب عليك أن تستهدف الزوار. تختار North America، هنا All Countries، تختار United States of America. إذا أردت أن تختار روسيا، روسيا لا تدرينا الروسي مثلا في أي قارة تقع، مثلا في قارة أوروبا، وهكذا تختار روسيا فيدريشن مثلا.
أي دولة تريدها لازم يجب أن تعرف في أي قارة تقع. مثلا برازيل هي في سوف أمريكا، أوكي مفهوم؟ أوكي، يونايتد ستيتس أمريكا. هنا كل زائر مقابله تعطي نقطة واحدة، رصيد نقطة واحدة. هنا لا تستطيع تختار ولايات إلا بعد أن تحدث أو تطور حسابك، وهذا يحتاج إلى مال حتى تحدث حسابك. ما يحتاج الآن تحدث حسابك، ضغطت عليه هكذا سيطلب من عندك تحديث. أنا حاليا أستخدم المرحلة المجانية، أنا لا أتوقع أن أحتاج إلى هذه يعني أبجريد تحديث، لأن إذا أردت زوار مثلا 100 زائر سأزور أنا 100 موقع حتى أحصل على 100 زائر. مثلا هنا التوقيت من 15 إلى 20 ثانية سيزور الزائر موقعك مدونتك هنا 5000 مرة في كل يوم مثلا، هذا لا تحتاج أن تتلاعب فيها. عوفة هنا تختار أي الأيام التي تريد أن يزورها الزوار لموقعك، ونضغط على صوبيت ويب سايت. أتوقع صوت الميكروفون جيد لأن هذا الفيديو الثاني صورت من بسبب الميكروفون. هنا نزلت هذه الموقع، موقعنا سيرفي اسمهم، والآن هو on. أوكي لاحظ هنا on، إذا جعلناه off سيصبح هذا off. لا تستطيع واحد من هذه المدونات اجعله اوكي اجعله اون سيفتح هذا، اجعله اوف راح تلغي التصفحات. اوكي فهنا حتى نجلب هذا الزوار من امريكا يجب علينا اولا مثلا حتى تتأكد أن الزائر قد أتى من أمريكا وزار مدونتك، أمسح هذا، هذه موقعي أمسحه واختاره مرة أخرى، هذا الرابط أوكي سأضعه في هذا الموقع اسمه go.gl، سأضعه في الوصف هذه الروابط والمواقع اللي ستحتاجونها تفيدكم. أضع الرابط هنا، هذا الموقع تتبعي هم يختصر الروابط ويتبع لك الموقع من أين أتى الزائر وأي جهاز استخدم. أوكي شورتين هذا هو، نستنسخه هو الرابط دان. أصبح هذا هنا الرابط، هسا الآن صفر ولا زائر لم يأتي. حتى نتأكد من الموقع أنه جيد، اوكي الان وضعته هنا، هذا هو السيرفي. والان لكي نحصل على الرصيد نضغط عليه، هذا نضغط عليه هنا، والان تنتظر هذه الثواني حتى تكمل. ملاحظة هنا تختار، تضغط على هذا تختار 30%، لا تختار، هو سيختار اوتوماتيكيا 100%. أول ما سوف تتصفح أنت عليك أن تختار 30%. لماذا؟ لأن الرصيد سيتحول هنا في المخزن وأنت ستتحكم فيه. إذا تختار 100% سيذهب الرصيد هنا أوكي اوتوماتيكيا، فأنت اختاره 30%. الآن تختار الصورة المشابهة، هذه الطبة مع هذه الكرة مع هذه الكرة، الآن نصف نقطة حصلت. انتظر صفحة أخرى، هذه مدونات أيضا مثلكم أصحابهم يحتاجون only 25 here. أم يحتاجون إلى زوار أيضا. وهذا الموقع أنصحك أن يعني أن تروج مواقعك مدوناتك التي موضوعها عن الاستثمار والربح من الانترنت، لأن أغلب المستخدمين لهذا الموقع يطلبون أو يعني يرغبون بالاستثمار والربح من الانترنت.
14 زائدا 4 ايش قد يساوي؟ يساوي 18. نختار 18. اذا هذا حصلنا على نقطة واحدة. انظر هنا 13 اصبح 14 نقطة. اذا زادت نقطة، هذه زيارة. زرت موقعين حصلت على نقطة واحدة. اذا نختار مرة اخرى. اتوقع هنا يكفي، هنا يعني كفى التصفح، وصلت الفكرة جيدا. الان ننتقل الى المرحلة الاخرى. هذا الاختيار لا تختاره، ساشرح لك اشياء المهمة والباقي عليك. ايه اشياء المهمة التي تفيدك. هذا الاختيار لا تختاره، اذا اخترت هذا ديستريبيوت سيوزع نقاطك بالتساوي على جميع روابطك التي وضعتها هنا، فلا يحتاج ان تختاره. وهذا بايكليدس ما يحتاج تشتري يعني نقاط، انت تستطيع مجانا تزور موقع وتحصل على زائر. اوكي، اذا اردت تشتري اشتري، فاذا كان لديك وقت تتصفح تصفح 100 200 كيفك، حتى لو 1000 او 2000 باليوم. المهم سنأتي الى البنرات. اذا كان لديك مثلا بنرات، عندما تضيف الاكستنشن المحق هنا في هذا المكان سيعطيك ايضا مكافأة 1000 نقطة للبنر. هذا البنر اولا لكي حتى تضع مثلا بنر، تأتي الى هذه النقطة edit a new banner. اوكي، وتضع هنا بنرك. مثلا انا اعمل في التسويق الالكتروني مثلا في هذه الشركة بيرفلاي، ولدي هذا العرض. انا اخترت هذا العرض حتى اروجه. ماذا اختار هذا العرض؟ مثلا win a new iPhone X، هذا اربح مع iPhone X. هذا العرض لكل تحميلة، اللي يحمله يعني مثلا يضغط عليه سأحصل أنا على دولار وستين سنت. أنا مثلا أعمل في التسويق الإلكتروني. هذا العرض المعلن أين يريده؟ مثلا يريد زائر من الولايات المتحدة، all countries United States. أأتي البنرات، أختار البنرات. مثلا هو البنر فيه شروط. بنر كويتمس يطلب من عندك، يقول البنر 468، يجب أن يكون البنر 468 هذا حجمه، لا يجوز أكثر أو أقل، هذا كله لا يجوز أن تضعه. نختار هذا 468 في 60، تستنسخ الكود. تضعه هنا. اوكي، شنو هذا البنر؟ ايش اسمه؟ اسمه هذا، هذا عنوان البنر ايفون اكس يونايتد ستيت. تضعه هنا واحوله للغة الانجليزية، لان الزائر من انجليز او من روسيا تستطيع ان تحوله الى روسيا او كردستان، كرد تركيش، تركيا. اوكي، انا اريد ايضا من يونايتد ستيت، هذا الاخ ايضا من يونايتد ستيت، هذا يونايتد ستيت. اوكي، اقدمه هذا هنا. هنا ملاحظة، نسيت شيء هنا. نرجع الى المواقع، نسيت هنا الى ويب سايت. حتى تحصل على الزوار لمدونتك، عفوا نسيت هذه الملاحظة. هنا ستضع مثلا اريد تقريبا 5 زوار من الولايات المتحدة لهذه المدونة، هذه مدونتي هنا التي وضعتها. تضغط على الساين، هنا 5 نقاط. انظر بقت لي 9 نقاط، هنا 5 نقاط، 5 زوار سيأتوني من أمريكا. والآن سوف ننتظر تقريبا يعني دقائق، خلال دقائق يأتون الزوار من أمريكا. يعني لاحظ هنا، سنتركه هذا في صفحة، ننتقل إلى البنرات. البنر وضعناه هنا، هذا بنر، هذا بنر زايد نلغيه.
اوكي هذا البنر، اريد تقريبا 10 زوار من الولايات المتحدة، اضغط عليه 10 الساين. تستطيع ان تلغي مثلا هذا موز امبريشن بتوين، لا لا تضغط على هذا، اذا اردت تمسحه هذا سترجع النقاط هناك، تريد تحرره من هنا، تريد ان ترى الحالة مثلا من اين اتوا، هذا النواتج هنا، هذا الاخر تستنسخ البنر هذا. ايه اوكي، والان مدونتك او قناتك اليوتيوب مثلا، اذا كان لديك قناة يوتيوب، انا لدي هذه. اليوم سنشرح لكم جلبي زوار من المغرب، لا سأضع قناتي تجلب قناتك، ورابط القناة الفيديو مثلا، اي زائر تريد من اي دولة تستطيع ان تأخذ، يعني تجلب مثلا اي زائر، اذا كان لديك قناة وتريد تروجها ليس فيها مثلا مشاهدين وتريد زوار يعني حقيقيين، مثلا زور لك 100 موقع او عروض، وسأعلمك الطريقة كيف تحصل على الرصيد، كل ما استطعت ان تزور مواقع كثيرة تجلب لك الزوار كثيرين مثلا على قناتك. هذه مثلا قناة الموقع، موقع للربح، موقع للربح أو للعمل مثلا، سأختار دولة المغرب. موروكو. أوكي. مثلا انا اريد هنا تقريبا 7 زوار من المغرب يزورون قناتي او موقعي، وهذا هنا لاحظ هنا شوف، خلال دقيقة او دقيقتين اتوا الزوار من امريكا، اصبحت 3 نقاط، معناته لنرى كم زائرته، زائرين. نلاحظ هنا هذه هذا الموقع مدونتي
لنلاحظ، نسوي نعمل رفرش لنرى كم زائر أتى. 3 زوار، 3 زوار أتوا. لاحظ easy hits شنو المصدره هذا الزوار من هذا الموقع easy hits for you. أوكي المتصفح فايرفوكس ضغطتان والكروم ضغطة واحدة، من الكمبيوتر ضغطتان، من اكس 11 هذا موبايل اتوقع. شوف حظونا من امريكا، زائر واحد من امريكا، هذه من امريكا، هذه المنطقة وهذه المنطقة، هذه كلها امريكا اتوقع. المهم زائر من امريكا اتى الى موقعي، واتمنى ان يسجل في يضغط على هذا الرابط. اذا عجبه مثلا مدوناتك قد يضغط على هذا الرابط ويشترك يشترك في هذا العروض، وانا ساحصل اموال هناك في من عند المعلن. وهنا ايضا تعلمنا كيف نضع القنوات مالنا والمدونات والمثلا البنرات ايضا، ونجلب لهم الزوار. فالآن هنا سوف نضغط على الهوم الصفحة الرئيسية لكي نعلمكم كيفية الحصول. هنا لدي نقاط 752 بنر، نقطتين هنا المواقع، هنا التكس أد 1463، هنا الأوفرات، هنا بروفايل. كلما زيدت البروفايل ووضعت معلوماتك سيعطيك مكافأة. هنا نضغط على الأوفرات حتى نحصل كي نحصل على نقاط. مثلا هذا بنر، هذا بنر، هذا لاحظ هنا بنر كم نقطة يعطيك؟ 50 نقطة. نلاحظ بنرات كم لدينا؟ 752 نقطة للبنرات. مثلا نضغط على هذا الإعلان، تنتظر قليل، مثلا تنتظر قليل ثم نضغط على هذا ونضع التعليق. حصلنا على 10، هذا العلم معناته بانر. هنا 778 نقطة للبانر، نعمل له ريفرش، أصبح 788. أوكي هذا حصلنا على رصيد البانر. أما بالنسبة لهذه الإعلانات تضغط عليها أحيانا يطلب انتظار 15 ثانية. كليم 500 ساعة، هذا العرض خوش، هذا خوش عرض هذا. المهم إذا كان موقع هذا، انظر هنا عندما تضع لك الإعلان، مثلا عندما تكتب سيكون هكذا بهذا الشكل، يعني العنوان الإعلان بهذا الشكل وسيظهر للزائر. نضع هنا التعليق، حصلنا على 50 نقطة، هذه 50 نقطة ستضع هنا 1563، أصبحت 1613. أما بالنسبة هذا هذا الرصيد، هذا مهم جدا هذا. هذا كيف تحصل عليه؟ من التصفح start surfing من هذا، وتحصل عليه من هنا أيضا. هنا يعطيك يعني مكافآت كلش جيدة. عندما أنا اليوم تقريبا تصفحت كثيرا اليوم، تكون هنا العروضات على شكل مثل الدراهم يعني. شوف انظر هنا، لم يتأخر 5 دقائق، يعني تقريبا 10 دقائق او 5 دقائق، يعني اقل من 5 دقائق. انظر هنا
جاءوا الزوار من أمريكا وجاءوا الزوار من المغرب. من المغرب أسرع، أكثر مستخدمين من المغرب. انظر 10 زوار من المغرب. هذه لنرى، لنتأكد من هذا الموقع، هل أتوا من المغرب؟ إيه، إذن هنا هذه وضعناها، هذا الزوار من أمريكا مثلا. احنا قلنا تقريبا كم نقطة وضعت لأمريكا؟ إيه 7 نقاط، أتوا إيه 6 زوار، إيه جيد. إيه قد يأتيك 6 زوار، 5 زوار، 7، المهم أتوا استخدموا هذه الأجهزة كروم، وهذا أتوا من أمريكا زائرين، أتى هنا الزائرين من أمريكا. أحيانا يعني يأتي 5 زوار 6 زوار، بس لا أدري هنا لماذا الزائرين أتى. المهم بلوشي مجانا أتوا الزائرين، لعلهم سجلوا. هذا هنا 8 ثمن ضغطات، 8 بغداد. قلنا من المغرب أردنا الزوار، هاي من المغرب أتوا 7 زوار، 7 زوار من المغرب. أوكي جيد، 7 من الكمبيوتر ومن الموبايل 1. أوكي هذا موقع جيد، هذا للتتبع، يفيد المتسوقين، التسوق الإلكتروني، سأضعه تحت الوصف. المهم أي سؤال أي شيء اطرحوه في التعليق أو راسلوني على الصفحة. وهذه أعتقد شرحنا جميعها، أما الباقي مثلا هذا لا أتوقع تحتاج إلى شرح. 7 زوار اليوم، 7 زوار هاي هنا التحليل البياني من هذا الموقع. أريد فقط زوار لموقعي، زوار حقيقيين من الدولة التي أريدها، وخلال دقائق، يعني لا تنتظر خلال أيام. أنت كلما استطعت، إذا كان لك يعني جهد، يعني جهد جيد، فتصفح. ويعني أغلب شيء أنصحك أن تذهب إلى هذه العروض، ستحصل على مزيد من يعني الأرصدة هنا كثيرة جدا. أرصدة كثيرة هنا، بانرات، تيكتس، ادز. المهم هنا اكو شيء ناقص ولكن لا يظهر اليوم، اتوقع لا يوجد هنالك احتمال. غدا يعني ايام تأتي ارصدة مثلا هذا كيف تحصل؟ هناك يوجد دراهم هنا مثل على شكل درهم، هذا الرصيد. ايه ستراه اين؟ هنا، يعني مكان هذا العلم وهذا هذه العلامة الايقونة سيكون هنا على شكل مثل الدراهم، يعني عندما تضغط عليه ستحصل على هذا الرصيد. فاليوم لا يوجد، اليوم ليلة رأس السنة الميلادية، اليوم احتمال العالم جميع جالسين على هذا الموقع. المهم انت كل يوم ابحث عنهم. هذه قناتي، فأول مرة انا اقول اشترك في قناتي، لاني لا ابحث عن يعني اشتراكات، ابحث عن اللايكات وما ادري شنو. ايه انا حبيت ان افيدكم، يعني هذا برنامج جدا مفيد، يعني برنامج موقع عالمي، يعني مليارات العالم يستخدموه، مجاني ايضا. يعني لم يشرح لي احد هذا الموقع، يعني كنت ابحث على موقع مثل هذا، يعني موقع جدا جيد. هنالك يعني ناس يدفعون اموال كي يحصلون على الزوار لقنواتهم، لصفحاتهم ومدوناتهم. وإن شاء الله على الموقع الثاني، موقع جدا جيد سأشرحه لكم إن شاء الله في الفيديو القادم، عن الموقع آخر
وهو موقع لجلب الزوار إلى صفحتك، ليس يعني صفحتك الفيسبوك مثلا، أنت عملت صفحة فيها منتجات مثلا تبيع منتجاتك، يضعون عليها لايكات، وفي المقابل أنت تضع لايك لصفحته وهو يضع لايك لصفحتك، ولا يستطيع أن يلغي لايك، أو تحصل على لايكات إلى صورك مثلا زوار حقيقيين، وتحصل على مشتركين لقناتك اليوتيوب مثلا، أو لايكات للقناة مالتك، يعني كله مجاني إن شاء الله. هيا إن شاء الله على فيديو سابق إن شاء الله، ولا تنسون اللايك والاشتراك حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.